انخفض سعر برميل النفط الكويتي بواقع 43 سنتا ليستقر بذلك عند مستوى 87 دولار و60 سنتا للبرميل الواحد. أما عالميا فقد تراجعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي متأثرة ببيانات أظهرت تباطؤ الطلب من قبل أكبر المستوردين كالصين والولايات المتحدة. فقد تراجع خام برنت 3 سنتات ليستقر عند سعر 83 دولار، فيما تراجع خام نايمكس الأمريكي إلى مستوى 78 دولار. وتأتي هذه التعثرات بأسعار النفط وسط مؤشرات باستمرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية وتخفيض الإمدادات من قبل مجموعة أوبيك بلس.